لاعبين في المستوى، فلما لا نخلق الحدث ونكون أول دولة عربية تأهلت للدور الربع. مقابلة صعبة تاريخيا، لم ننهزم معهم في تعادلات على ما أظن، وغدا إن شاء الله كنظن بأن اللاعبين مستعدين للفوز. لا، لازم نغير العقليات. احنا كنا مستنسين بالخروج من الأدوار الأولى، الآن مع الكوتش الجديد كنظن وصل لهم هاد الشحنات الإيجابية باش يتعدى الدور الثاني، وأملنا مش دور الثمن أو لا، أبعد ما يكون. 2-1 3-1 بالنسبة للمغرب، تربح إن شاء الله. مين راح يسجل المغرب؟ يعني أظن هناك زياش النصيري ومدافع، يعني في كورنير ولا في هدف في هدف في 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 مفاجأة. كنت متوقع المغرب توصل لهون؟ أكيد أكيد أكيد. قديش النتيجة بكرة؟ 2-1. مين راح يحط جوال المغرب؟ نصيري عن زياش. بكرة كلنا مغرب، كلنا مغرب. الجد الأكبر يحيى مغرب، جي مصري مغربي. طيب شو توقع المغرب في القلب؟ شو توقعاتك لنتيجة بكرة؟ بإذن الله المغرب حيعبر عقبة أسبانيا. الفرق عنا هو أن المدرب متاعنا وليد الركراكي يلعب بواقعية، وهناك شيء مميز في وليد الركراكي، قلنا بالدارجة المغربية ديروا النية، بمعنى نحن نعتقد في أن المنتخب الوطني إن شاء الله سوف يلعب جيدا وسوف ينتصر إن شاء الله.